طيب المشروع اللي راح يتكلف فيه كل طالب تصميم موقف للسيارة. هذا الموقف للسيارات متعدد الطوابق، بطوابق مقداره 4 طوابق. طبعا المطلوب منكم انتم كطلاب تعملون الآتي: تصميم سلاب. السلاب راح يكون فلات سلاب، يعني ما بينه بيم، without beams، فلات سلاب. اوكي، but there is a drop panel، يعني راح يكون معانه، لازم تصمم معانه drop panel. ليش الدروب panel نحطه ضروري؟ حتى يزيد لنا البانشينج شير كاباسيتي، حتى يزيد لنا البانشينج شير كاباسيتي. طيب كيف راح نقسم نفسنا، وكيف راح تكون المجموعه؟ كل مجموعه راح تكون بالشكل الاتي. اتوقع سواء عند الكل البرزنتيشن واضح عند الكل، طلع المشروع تمام دكتور. اللي ما طلع عنده يرجع، انا راح تشوفون انا دكتور صدام عنده 2، واحد برزنتيشن واحد الكاميرا، فيدوس على البرزنتيشن. طيب راح اقرا البروجكت راح يتكون من ايش. طبعا هو البروجكت الاول راح يكون ديزاين اوف انتيريال فلات سلاب وذ دروب بانل يوزنج التيميت ديزاين ميثود اس بير اي سي اي كود، اللي هو الامريكان ستاندرد. اول كولومز ار سيركولر، يعني اريد الاعمده جميعا تصمم كاعمده دائريه. طبعا اي معامده هسه راح تشوفون الاعمده مال موقف السيارات كله راح يكون متساوي لكل الطوابق، يعني بالطابق الاول نفس العمود حيتكرر في كل الاماكن، بس لازم في كل طابق يصمم عمود. فاذا عندنا 4 طوابق معناته احتاج تصميم 4 اعمده مختلفه، مختلفه التسليح ومختلفه الاقطار. عشان راح تصممونها هسه راح افهمكم عليها. بعدين الزيوم ديد لود لايف لود ايكوال ديد لود لايف لود موجود بالتيبل، هسه راح اعطيكم التيبل، كل جروب تيبل مالته يختلف الديد لود لايف لود اكسكلودينج سلاب ويت، معناته شنو؟ السلاب ويت شبينه؟ ما محسوب، فمعناته ما محسوب، فلازم تحسب السلاب ويت وتحسبه معانه وتضيفه مع ايش؟ مع الديد لود، وبعدين تضربه في 1.2 تاخذ اللايف لود تضربه في 1.2. واضح الكلام؟ اوكي. واللايف لود ايضا معطى hard to be support. طبعا الدنسيتي مال الكونكريت ايش قد؟ 24 كيلو نيوتن بير متر كيوب. الفقره المطلوب الاول اشنو؟ draw the reinforcement of the slab in short and long direction middle and column strip. لازم ترسمونه بالاوتوكاد، تخلون هاي الدايمنشنز الاعمده عندك تخلينهم بالاوتوكاد، وبعدين تخلي التسليح. التسليح مثل ما انا رسمت لكم، هو تخلي مثلا 2 ستريت 1 بينت ما اعرف ايش، كل هذه لازم تعملها على طول السلاب. طبعا لانه يجي من هالصفحه هالقد، من الصفحه الثانيه يجي هالقد، وتمد على طول البانل اللي عندك يعني. بس راح نشوف. وايضا من تخلص تعمل لي برزنتيشن، كل واحد يعمل برزنتيشن بالباوربوينت لا يتجاوز 10 شرائح. الموقف مال السيارات شكله شلون، ديد لود شلون، ملخص عن الحسابات مالته، وايضا الريفورسمنت اللي عمله بالاوتوكاد يخليني بالباوربوينت برزنتيشن الصور مالته مال اوتكم مين اوتكم. حاولوا الرسم كان يكون حلو مال المهندسين، تصميم حقيقي. استخدموا حديده بال16 التسليح الرئيسي والثانوي. اوكي، طبعا موقف السيارات راح يكون بهذا الشكل. هذا تشوفون، هذا هو البلان فيو. شوفوا البلان فيو يتكون من ايش؟ يتكون من ال اوفر 2 وال ال 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 ال، يعني كم فضاء؟ 1 2 3 4 5 فضاءات بطول ال طبعا، ويقفز كانتليفر من كل مكان على مسافه اشقد ال اوفر 2 كانتليفر يصير منه. اوكي، فكله راح يصير يشتغل كايش؟ كانتيريال ديزاين، فما عندكم مشكله بي. طبعا باتجاه طولي ايضا اس اوفر 2 اس 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 هالشكل 1 2 3 4 بانلات بالاتجاه العمودي، 5 بانلات باتجاه الافق. واضح هذا التوب فيو مال بلان فيو مالته؟ شوفوا هنا ايش راح نشوف؟ راح نشوف هاي الحدود مال الكلي مال فلات، وبعدين راح نشوف هاي الاعمده. هتشوفوها الاعمده اللي عاد اشرتكم عليها، هاي الاعمده وفوقاتها هاي الشغلات المستطيله اللي هي اشني؟ الدروب اللي عايزين، فلازم تعمل لي هي دروب بانل. اوكي، اذا اخذنا السايد فيو على البنايه هذه، ايش راح تكون هاي الموقف مال السيارات؟ راح تكون بهالشكل هذا.
راح تكون طابق الأول، الثاني، الثالث، رابع، أربع طوابق أو أربع سلاب. السلاب في كل، يعني هذا السلاب يساوي تسليح هذا السلاب، يساوي تسليح هذا السلاب، يساوي تسليح هذا السلاب تقريبا، أوكي، أو 100% يساوي تسليح هذا. بس منو يختلف؟ يختلف هذا العمود عن هذا العمود عن هذا العمود عن هذا العمود. فلازم أصمم دي 1 وأصمم دي 2 الدايمتر مال 2 والثالث والرابع وأنطي تسليحه. كل واحد أرسم إيهون يمه الدايمتر مال هذا الكولوم. طبعا هذا الكولوم ما بس هذا، هذا وهذا وهذا، بس كل الكولوم بالطابق الأرضي، وبعدين كل الكولوم بالطابق الثاني، كل الكولوم بالطابق الثالث هو نفس الكولوم. فأحتاج أصمم كولوم، كولومين، ثلاثة، أربعة. إيش يفرق هذا الكولوم عن هذا الكولوم؟ نم دي 4 ايش يفرق عن دي 1؟ دي 4 ايه دي 4 عليه انه حمل هاي المسافه بالضبط، يعني راح ارسم الكميه الساعه ايش ايش قدات يعني حمل اقل عليه، يعني راح ناخذ هذه فقط، يعني راح ياخذ نصف المسافه، نصف ال اوفر 2 ال اوفر 2، يعني ياخذ ال في اس يضربه في الديد لود، في اللايف لود، في كيو يو اللي هو الالتيميت لود، راح يضرب في اس في ال، راح يطلع اللود، يطلع البي اللي كنجا وين في نومي التيميت على هذه، بعدين من البي التيميت تحسب البي نومينال، وبعدين اساح اعطيك بالجدول رينفورسمنت ريشيو، وبعدين تشتغل عليه. الطابق اللي فوق الجوات وايش راح يصير؟ دي 3 راح يصير علينا اللود اللي موجود بالطابق الاخير في 2. ليش؟ لانه هذا العمود عايجينه هذا اللود الموجود هنا بالاضافه الى اللود الموجود هنا، لانه هذا العمود عينقل على هذا العمود اللي الثالث، عينقل حمل مضروب في 2 مال الطابقين. ونفس الكلام هوني راح يكون مضروب في 3، هوني راح يصير مضروب في 4، واضح؟ فلهذا الكولوم عاد تشوفون حجمه ايش حيصير بينه؟ حيتناقص نحن عم نطلع نحو الاعلى، واضح؟ طيب هوني نجي للجروبات، خلينا نقول جروب اي استاذ. اي استاذ بس الـ بس رجع السلايد اللي قبله. نعم استاذ. استاذ يعني ايش نضرب في 2؟ يعني الديد لود واللايف لود نضرب في 2 لو شلون؟ بس لو بس الكيو العفو كيو التيميت، ما كيو التيميت ايش يساوي لنا؟ ايه 1.1 ديد لود زائد 1.6 لايف لود، اوكي واضح؟ تمام. هون بهذا الطابق نفسه تاخذه في إيه. الطابق اللي بعده ايش راح يصير؟ راح ينضرب هذا اللي راح ينضرب هذا البي الموجود هون، راح ينضرب في 2 هون، راح ينضرب في 3، واضح؟ تمام. والجواب 4، الجواب اخر شيء 4، ينضرب في 4، واضح؟ تمام. وبعدين الفات لود فاكتور مال سبايرال كولوم تعرفونه اشلون راح يكون اللود فاكتورز مالته، اللي هو 0.7 وبعدين 0.85 يعني تنتبهون على اللود فاكتورز. نجي هسه على الجروبات. جروب اي الى جروب اي اللي هي 9 جروبات، راح يكون ال في اس. راح مثلا خلينا نقول الجروب هذا اي، خلينا نقول بينه مثلا محمد صلاح وجماعته. محمد صلاح وجماعته نجي ال في اس، ايش قداته ال؟ تجي ال اي هوني هذا ال ال في اس، يعني ايش قداته؟ يعني راح يكون عنده 9.5 في 6.5 الاسبان فضاء مالته، واضح؟ الكولوم مالته الرينفورسمنت ريشيو بالطابق الاول 2%. اذا الطابق الاول 2% اف سي برايم معلوم، اف واي معلوم، كله ايش يطلع مجهول، بس الدايمتر يطلع مجهول، يحسب لي الدايمتر ويقرب لي، هي يعمل لي دايمتر الى رقم صحيح. مثلا اذا طلعت 492 ايش قد يختار؟ يختار 500 او يختار 475 او 480، يعني يحول لي يختار رقم صحيح، وبعدين يرجع يحسب تسليح صحيح، وبعدين يطلع الانفورسمنت تسليح ويوزع، وبعدين يحسب الانفورسمنت ويحسب الايش، يحسب السبايرال التسليح والبيتش والى اخره. طبعا هذه كم مره راح يعيدها؟ راح يعيدها 4 مرات لأربع أعمدة في كل طابق نفس العمود، هيتكرر بس في كل الأماكن، واضح؟ هذه طبعا 2%. بالطابق الفوق هاتوا ايش قداته الكولم راح يكون؟ 1.5% راح يكون الرينفورسمنت ريشيو. نشوف هذا الكولم رينفورسمنت ريشيو، اللي بعده 1.25%. الآخر طابق اللي هو دي 4 راح يكون 1% التسليح الموجود بالعمود.
تذكرون بالمثال عن حاطيناكم 2%، ما تمام؟ فهون راح يتغير من 2% بالطابق الأرضي إلى 1% بالطابق الأعلى. فأنت إيش تحسب مقابله هذولي؟ تحسب أقطار الأعمدة هذه وتسليحها، وبعدين إيش تعمل؟ ترسمها بالبرزنتيشن هون، تقول هذا العمود الدايمتر مالته 500 بينه 8 أبو ال 20 أو 8 أبو ال 25، والستيربس مالته سبايرل أبو ال 10، البيتش مالته مثلا 40 ملي. واضح؟ العمود الفوقاته يختلف، العمود الفوقاته يختلف، العمود الفوقاته يختلف لحد الطابق الأخير. واضح؟ طبعا السلاب تيكنس خلينا نقول محمد صلاح وجماعته ايش راح يكون؟ راح يكون 300. واضح؟ سمك السقف يعني ما يروح يحسب سمك اخر من كيف. الديد لود ايش قد؟ 2 زائدا لايش؟ زائدا السلف ويت اللي لازم يحسبه مال 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 ايش اسمه؟ وبعدين يضربوا في 1.2، بعدين يضرب يجمعوا مع 5 في 1.6 حتى يطلع كيو التيميت اللي انه هذا اللايف لود 5. ضل عندك السلاب اند بانل سترينث ال FY وال FC برايم 400 FY FC برايم 25. هون الاسم بس راح تنطوني ادخل الاسم. اوكي هذا اعطيتكم جدول، طبعا هذا الملف راح ارسل لكم هو بالوورد، تكون حتى بالوورد تكتبون يعني مثلا هاي تكون تكتبون عليها مثلا 0.75 0.65. اوكي يا شباب يعني تكون هاي نفسها تملوها عليها ونفسها تحسبوها، او بما انه انت مهندس ولغه المهندس هي الحاسبه، ممكن هذا نفسه تعمله وين؟ بالاكسل. وبعد ما تعمله بالاكسل تحط هذه الاش اسمه القيم الفاكتورات تحسب المومنت. اي هذه من تصل هوني تعملها فانكشن بالاكسل، تعملها فانكشن هذه كلها هاي المعادله مع الرو، بحيث بعدين من هاي المربع الصغير من هوني من الجرو الى اي هوني هو يحسب لك اياهم كلهم. واضح؟ طبعا هذه ايضا من راح تعملها تعمل لي بانل واحد، يعني راح يعملها فقط لبانل واحد، خلينا نقول مثلا لهذا البانل، لانه هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي الكل. واضح؟ وبعدين من يجي يرسم التسليح لا يرسمه على الكل، يعني يخلي تسليح خلينا نقول مثل هذا بس يكون على الكل، يعني هذا من هون الى هون يخلي عليه تسليح، خلينا نقول هذا تسليح. وبعدين يجي يرسم يقول هذا من هون يجي هالشكل، بعدين يطلع بينت طبعا. يصير ايضا ممكن اذا ما عندكم موقع كثير ترسمونه بالاوتوكاد ممكن يعني بالوورد ايضا، بس انا افضل يرسم بالاكسل بالوورد بالاوتوكاد. استاذ يعني الرسم راح يكون على كل البانل هذا كامل؟ طبعا طبعا لو بس على واحد بس؟ لا يعني لا. مثلا كولوم ستريب واحد وميدل ستريب واحد وهو لا. يعني يمثل لا. الكل لو لازم على كله؟ لا امين لازم تعملين على الكل مثل هذا اللي قاعد اعمله انا. شوفين هسه هذه هسه ارجع اطول يعني هو نفسه كامله اطول شويه وبعدين ارجع اعمل هذه من هوني خلينا نقول بس انا تكون بالوسط شويه يعني ما كثير انا ما كثير حد يسيطر عليها هوني. شوفي هالطريقة هذه هي ما ختمها بالاش اسمه بلي دكتور ما صعبه بالاوتوكاد اسهل الاوتوكاد حيل اسهل يعني بس انا بس اريد هوني اوضحها حتى تكون واضحه. اوكي فيعني راح تكون على هذا الشكل ككل يعني راح نفس الكلام راح يعاد. دكتور زين بالنسبه للجو هاي السايد فيو ايش راح نرسم هاي ايش مطلوب من عندنا نرسم بيها الجوهر هاي الطوابق؟ امين احتاج في كل طابق ترسمي لي العمود هذا العمود عاد تشوفين ايه؟ ترسمي لي هون يم بس انطينا سامبل بس يعني ايه؟ شيء نموذج سوينا على واحده منهم ايه يعني هو هذا اي بقى انت ما تصبرين لازم ايه هذا اعطيك شعينه ايه دكتور ده اشوفه دي ورينفورسمنت تسليح مالته واسمائهم كل واحد رسوماتهم وين هوني هذا واحد هوني واحدين واحدين يب. واحدين ايه يعني يم كل واحد بس ما على كلهم يم كل واحد بس اشنو اريدكم هذه ايضا هذا الرسم ترسمونه رسم حقيقي بالاوتوكاد يعني انت معلوماتكم حتى ان شاء الله. اوكي يعني هذه الابعاد دايمنشنز مالته كلها موجوده ليش منين تجيب ال والاس تجيبه من هذا التيبل وبعدين الثيكنس مال السلاب معلوم الديزاين مال الدروب انت راح تحدده ايش قد راح يكون وبعدين انت ترسم الرينفورسمنت في كل طابق ز
زين استاذ احنا نبلش بالبدايه بحسابات الكولوم لو لو نبدي لازم بالسلاب ما تفرق ما بصرف النظر حسب ما انت تهوين حسب واضح هذه شلون هذه نخليها بهالاتجاه طبعا بالاتجاه الاخر لازم هم اكو تسليح ونفسه هذا بس راح يكون شلون راح يكون الشكل بالاتجاه الاخر يعني خاصة إذا ترسمون بالأوتوكاد العملية راح تكون سهلة ليش؟ لأنه يعني تمسكون هذا وتفرونه زاوية 90 درجة وبس إيش تكملون التسليح علينا واضح؟ طبعاً كم واحد راح يصير عندنا مثل هذا؟ مثل هذا اللي عاد أشوفه كم واحد؟ كم رسم راح يكون؟ يا دكتور تنام نفسها مقطع رسم علينا كلتهم؟ لا لا أنا نفرض أربعة على عدد الفضاءات أربعة خمسة على عدد الفضاءات أوكي فهمتوا مشكلة راح يصير بينه مثل هذا واحد يستمر إلى حد إيهوني واحد هذا بالنسبة للكولوم ستريب واحد بالوسط مثل هذا راح يصير يشبهه للميدل ستريب فراح أشر بعد ما أخلص هوني أشر على السهم أقول هذا ميدل ستريب رينفورسمنت وهذا كولوم ستريب رينفورسمنت واضح؟ استاذ اذا نرسم على دكتور بلعيدة يعني هذا راح يكون ايه هوني خلينا نقول ايه هذا راح يكون اشنو هذا هذا الميدل ستريب وهذا ارسم بطنه تسليح مثل هذا ايه هون وخلي تسليح واضح وبعدين ارسم واحد فوق الكولومز فوق الأعمدة هذه راح اخليها بلون مختلف هسه واجي ارسم ايه هذولي ايه هذولي اللي رسمتهم قبل شويه خلي بس اجيب الماوس ما راح يكون الشكل متداخل كثير ومعقد لا لا هو الشكل هو الشكل هو الشكل ابوي زين احنا ما احنا علاش نرسم كل كولوم شكل يعني التسليح ماله نعطي مثال واحد هو نفس التسليح كل الطابق غير عيني حذيفة أنا ما عاد أحكي على الكولوم أنا عاد أحكي على العاملة أوكي هذه أسم مثلا خلينا نقول إيه هذا هو بالضبط لا أقصد المساء بين التسليح بين ال... بين الكولوم التسليح مع مع الكولوم ما مشكلة أحطه حتى لو شوية فوق حتى لو حطيته بهال يعني أخذ مثال واحد مثال واحد أنا أقصد يعني مرة واحدة تنكتب لهذا المكان في هذا المكان في مرة واحدة تكتب في هذا وين هذا صار في البداية مرة واحدة ليش الشكل صار مرة واحدة إيه هوني تكتب هذا الكولوم ستريب ومرة واحدة تكتب إيه هوني للميدل ستريب اوكي مره واحده يعني ما نكررها يعني ما فوق كل كولوم نخليه يعني تسليح مثل هذا تسليح مره واحده يكتب هوني ويؤشر هذا يقال هذا للكولوم ستريب اوكي وينتهي المكان هذا ينتهي الحكي هذا نهائيا ومره اخرى يعني هذا خلينا نقول هالشكل اذا كان وايضا يؤشر هذا المسافه ايش قدات يعني هذا السمك يؤشر يعني اذا كان هذا هسه 7 اذا كان هذا 9 وهذا 7.5 أشقد راح يكون هذا عرضه؟ راح يكون 3.75 فيؤشر على 3.75 ويؤشر اللي بعده أيضا 3.75 ويوضع هذا يكتب علينا هذا ميدل ستريب وهذا كولوم ستريب مرة واحدة يعني ما يتكرر بعد يعني مرة واحدة للميدل ستريب ومرة واحدة كولوم ستريب وأيضا حط لك فقط مثل هاتش في مكان ما هوني واكتب علينا سلاب ثيكنس هالقد وبعدين أشر على هذا اكتب علينا دروب دايمنشن مثلا 2.5 3.6 ثيكنس مالته مثلا 100 ملي اشر لي على واحد منهم بس ما اكلم واحد منهم ان شاء الله وهذه ايضا ممكن تعملها ايش شلون تعملها خط منقط يعني لازم بالاوتوكاد شويه تعتنوا بينه يعني بحيث يكون بروجكت يعني مالتك حقيقي يعني تكتب عليهم داخله ستات ثيكنس هالقد حتى واحد تخيل من تخلص هذا الافقي ايش تعمل؟ تفره هذول الاثنين متاخذهم كوبي وتفرهم وتحطهم هوني ايضا راح يصير عندك بهالاتجاه بهالشكل هذا هذه راح تكون عندك وحدي وهذه الثانية
وايضا بها تسليح. هذه راح تؤشر بس اريد مرتب ما اريد هالشكل المعقبه اللي مثل هذه. هذا ايش راح تكون؟ راح تكون ميدل ستريب. واضح؟ هذا راح تكون ميدل ستريب، والكولوم ستريب راح يؤشر لكولوم ستريب واحد، مثلا خلينا نقول ايه هوني في هذا المكان. ودخل هذا علينا هذا الكولوم ستريب. يعني كم تسليح راح يصير عندنا على هذا؟ راح يصير عندنا 1 2 3 4 بس على طول السلاب من بدايته الى نهايته. واضح؟ ويكتب عليه، يعني يكتب على التسليح مثلا هذا مثلا 4 ستريت 3 بنت، وهذا مثلا هوني اديشنال فوق. بس ما دائما يتكرر، مره واحده ينكتب. اوكي بس التسليح يؤشر من هوني الى اي هوني. بس يكتب لي مره واحده. يعني كم تكس عندنا؟ 1 2 3 4 4 تكس فقط للرينفورسمنت. وهون تخلي التسليح مالته وترسمه هالشكل. يعني راح يصير عندنا ستريب ميدل ستريب كولوم ستريب بالاتجاه الافقي، ميدل ستريب بالاتجاه العمودي، كولوم ستريب بالاتجاه العمودي. واضح؟ هذا تحطه ترسمه بالاوتوكاد طبعا، وتأشر ايضا الدروب دايمنشنز وكل شيء اخر. بعدين من تخلص هذا ايضا ترسمه بالاوتوكاد كاملا. ارتفاع الطابق 3.7 متر 3. راح اكتب لكم اياه هسه. هاي تساوي لنا مثلا 3.5 متر. اوكي حتى تقدر ترسمه. طابق هذا العمود الواحد ارتفاعه ايش قد؟ 3.5 متر. ايضا ممكن ترسمه الثيكنس مالته معلوم، الدروب انت كنت صممته تخلي التسليح مالته. واضح هذه المساله؟ راح كل طالب يختار الجروب مالته، وراح يكون البارامتر مالته هذا. يعني كل جروب يختلف شغل عن الجروب الاخر. اوكي واضح؟ ماكو مشكله اذا كل جروب كل جروبين ايضا يقعدون سوا يقشعون الجروب الاخر، مثلا جروب السرعه مثلا اذا كانوا شطاء يقشعون غير جروب يقشعون جروب سرعه، وين وصلوا ايش يعملون؟ ممكن ايضا هذول يساعدوهم بهذا الشيء. وممثلي المعاكم اللي راح يكون يتواصل دائما ويحكي ممكن ترجعوا له دائما هو محمد صلاح بالنسبه للشباب. واضح؟ السلام محمد عيني ابوي محمد صلاح. محمد صلاح. اوكي محمد صلاح، يعني اذا تريدون كويك كويستشن على السريع تخبرون هو راح يساعدكم ايضا. واذا كانوا وحده من البنات ممكن تخابر سرعة او امنه، اثنيناتهم هم شقاء ايضا. واضح عيني يا شباب؟ بس هذه تنتبهوا لها رينفورسمنت ريشيو مال كولوم 2%، اريد 2%. بقى 2.1 ما مشكلة، يعني بحيث يكون الكولوم دايمتر مالته صحيح. يعني مثلا إذا طلع لنا دايمتر مثل ما قلت لكم 420 خذوا 425، بعدين نحسب الرينفورسمنت، بعدين نحسب مثل ما حلينا بالمثال بالضبط. استخدم هذا التيبل أيضا مثل ما قلت لك حتى بالحل مالتك، واستخدم هذا بالنسبة للعمود لتصميم العمود. بالنسبة للعمود استخدم هذا. واضح يا شباب؟ استخدم هذا الشارت، ومن الشارت تسقط حتى تطلع القيم حتى ما تتعب فيها كثير حتى بالعمود. يعني أربع أعمدة تصميم وسلاب واحد تصميم، بس أنت من راح ترسم راح ترسمه على طول البانل، يعني راح تشوف مشروع حقيقي قدامك، بس أنت هتصمم بالحقيقة بانل واحد سلاب واحد باتجاه الطويل باتجاه القصير فقط. بس انت راح تعممه على بقيه الاستاد. والعمود راح تصمم كم عمود؟ 1 2 3 4 اعمده، وتخلي تسليحهم يهون توزعهم عليها. اوكي كل فريق خليه ينتبه على البارامتر اللي راح ياخذهم من هون. اوكي واضح يا شباب؟ ويستخدم هذا الشارت ويستخدم هذا تصميم العمود. واضح المشروع؟ منه ما عنده سؤال علينا خليه يسالني هسه. استاذ مثل ما قلت لنا انه موعد التسليم يعني شوي اعطيت بينه مجال؟ نعم موعد التسليم ما لازم الاسبوع الحالي. استاذ انطيني بعد فتره اكثر.
لأن احنا بكون مهمين مشاريع يعني من عدا الخرسانة عندنا ري وعندنا مادة اللي خمينا هيدرولوجي همينا بيها يعني هم طالبين من عندنا يعني سيمينار و لأنه التسجيل راح يصير بعدين بينهم كثير حكي اوكي ماكو مشكلة